من حقي اتعلم، من حقي اشارك، من حقي اعيش كل الاجواء والمناسبات، من حقي الفرح والمرح والهناء. سأعظم اليوم مركز مدرسة الإرادة الحديثة للتوحد في غزة وقف التهنئة من أطفال التوحد للمجتمع الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، والهدف من هذه الفعالية أن يعيش الأطفال المصابين باضطرابات التوحد أجواء الفرح والمرح والهناء والسعادة والسرور، وايضا يعيش المشاركات الاجتماعيه كباقي اقرانهم من الاطفال في المجتمع الفلسطيني، وكي يتم تسليط الضوء على قضيه اضطرابات التوحد ويتم نشر الوعي باضطرابات التوحد بشكل عام، حيث ان هؤلاء الاطفال كانوا يعانوا من ضعف كبير في القدرات العقليه والجسميه والحسيه والنفسيه، وايضا ضعف كبير في كل في التركيز والانتباه والتآزر والتواصل والتفكير التحليلي، واليوم بفضل الله هم الان في نصف المجتمع الفلسطيني يقدمون التهاني والتبريكات.